شكرا للزميلة العنود الصوري على هذا التقرير المميز حول فوائد العسل. مشاهدينا، المحافظة على صحة الأسنان من الأمور المهمة التي تساهم بشكل كبير في الوقاية من الأمراض التي تصيبها، وفي الآونة الأخيرة ظهرت العديد من القوالب التي تحافظ على شكل وسلامة الأسنان. حول هذا الموضوع يسعدنا استضافة الدكتور خالد النمر الزرعوني، طبيب أسنان. صباح الخير دكتور، حياك الله معنا في صباح الشارقة. يا مرحبا، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك دكتور. طبعا الأسنان وصحة الأسنان هي من أهم الأمور طبعا اللي لابد أن الإنسان يحافظ عليها، لأن دائما الفم والأسنان هي الأشياء اللي تدخل لأجسادنا، فبالتالي نظافة المكان هذا وصحته هي من أولويات الحفاظ على صحتنا. ولكن خلينا نتكلم في البداية عن يعني أهمية الحفاظ طبعا على صحة الأسنان والفم. أولا صبحكم الله بالخير وسعيد بالتواجد معكم. أنا اليوم أتكلم عن أساليب الحفاظ على الأسنان، كذلك أساليب تجميل الأسنان من خلال قوالب الأسنان. نعم. طبعا في مجال الأسنان عندنا العديد من القوالب، حول تقريبا 10 فما فوق من القوالب المختلفة. نعم. كل واحد وحالته، يعني شو من القوالب هو يحتاج أو شو حاب أنه يحسن من مظهر أسنانه من خلال القوالب. جميل، حلو. بما نتكلمنا عن الموضوع يعني اللي نحن إن شاء الله راح نركز عليه دكتور، شو هي أنواع القوالب بشكل عام ويعني أبرزها اللي تستخدم في العيادات؟ في منها وقائية، في منها علاجية، نعم، في منها تجميلية، وفي بعض منها فيما تخص التقويم، يعني سواء كانت يعني تعالج أو تحافظ على نتيجة التقويم. نعم، جميل، حلو دكتور. يعني أنت ما شاء الله طبعاً حضرت في الاستديو مجموعة كبيرة. نعم، من نعم. القوالب أشكالاً وكذلك أحجاماً، ومثل ما ذكرت الاستخدامات. خلينا نتكلم قبل نتكلم عن الأنواع اللي موجودة في الاستديو، نتكلم عن التركيب. صعبة التركيب، سهلة التركيب، خصوصاً أن البعض واحد ممكن يستعملها في المنزل، يعني ممكن وقت الأكل يشيلها ويرجعها مرة ثانية. طبعاً القوالب اللي موجودة عندنا في العيادة، نعم، بشكل عام كلها تتاخذ الى البيت، او اذا كانت في للرياضه تاخذ الى النادي يعني. جميل. وطبعا هي سهوله الاستخدام، حتى تصنيعها يكون سهل على المريض، مجرد زياره واحده والزياره اللي بعدها يستلم القالب. يعني حتى في خدمه نحن نوصلها الى، بس هي اول زياره وبعدين نحن نوصل القالب. ما يعني ما شاء الله. هي نعم، ريحتوهم يعني من نحاول قد ما نقدر يعني. جزاك الله خير. نعم، جميل دكتور. مشاكل الأسنان طبعا كثيرة ومتعددة، شو هي المشاكل اللي تعالج بالقوالب؟ الله يسلمك. طبعا الكل سامع عن التقويم الشفاف، صحيح، بدل التقويم التقليدي هذا. التقويم الشفاف متعارف عليه في السوق، انفيزالاين هي الشركة المصنعة الأولى كانت، والحين في شركات عدة، وعندنا كذلك القوالب اللي هي او الاطقم الاسنان، هي بديله للاسنان المفقوده او 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 المجلوعه يعني. نعم. سواء كانت جزئيه ولا اطقم اسنان كامله. جميل. نعم. وين دكتور نبتدي نشرح مثلا؟ ببدا من الاطقم الاسنان. حلو. اكيد الكل شايف الاطقم هذه، خاصه عند الشباب يعني، كبار السن. هي كبار السن الله يحفظهم. سواء كان كلي مثل هذا، اشوف انه ما عنده ولا سن المريض، فنسوي له طقم اسنان كامل. نعم. واذا كان عنده اسنان، بعض الاسنان مفقوده ومش حاب انه يسوي زراعه في الوقت الحالي، هذا الطقم هذا جزئي، وكذلك يختلف عن هذاك الثاني. النوع هذا الجديد يكون شوي فلكسبل مثل ما اشوفه، مرن يعني. مرن، نعم، صحيح. فهذا يكون اسهل للمريض بعد اكثر من الصلب يعني. دكتور عادي يقدر ياكل على هالاسنان يعني؟ هي يستخدمه طبعاً بشكل طبيعي؟ نعم نعم، بشكل يومي وطبيعي، بس يشله وقت النوم. نعم. يفرش اسنانه ويفرش الطقم ماله بعد، ويحافظ عليه ويستعمله للسنين يعني. هو بديل ناجح للزراعه. لا يخترب او اي شيء يعني؟ لا لا، ما شاء الله. هي نعم. جميل. النوع الثاني دكتور؟ زين، بتكلم الله يسلمك عن الناحية التجميلية. عفوا، كل حد يحب التجميل. صحيح. يعني فنتكلم عندنا قالبين للتجميل. القالب الأول اللي هو الفينير المتحرك هذا، أو الناس تسميه سناب أون سمايل. طبعا هذا بعد بديل للفينير الثابت
البنير الثابت طبعا بعض الاحيان يضطر ان الدكتور ينحت من السن، لكن اذا المريض مش حاب ففي عندنا السناب اون سمايل، هذا البديل ناجح جدا ومفيد جدا حق الناس اللي يطلعون في التلفزيون، اللي عنده مقابله، اللي عنده مناسبه حاب انه يظهر باجمل صوره، عنده البنير المتحرك هذا الابتسامه هذه توضع على الاسنان. هي نعم. دون برد او دون حف او نعم اي شيء. نعم بس يلبسها وقت المناسبات عقب يحتفظ فيها في مكان امن. بس دكتور هذه ما تقدر تاكل عليها ولا اي شيء صح؟ لا هذا هي بس حق المناسبات حق التصوير وفقط. زين الشيء الثاني الله يسلمك، عندنا نحن اللي هو التبييض المنزلي. التبييض المنزلي عباره عن قالب شفاف مثل هذا. نعم. زين مصنوع من الاكريل بعد مرن ويجي معاه الجل التبييض هذا. نعم. في نوعين للجل التبييض، النوع الليلي ونوع النهاري. الليلي يكون تركيزه اقل، فيوضع المريض مثل ما تشوف بهالطريقه على في داخل القالب ويلبسه. نعم. وما في مشكله اذا لبسه 8 ساعات فما فوق عادي. هي عادي. اما النهاري لا، يكون تركيزه اعلى، فيكون نفس القالب بس الجل يختلف، يلبسه تقريبا 20 دقيقه وخلاص لازم يشيله لان تركيزه عالي. صحيح. هي. فحسب المريض شو رغبته، وقت النهار او وقت الليل، هو شو مرتاح نحن دكتور. عاده بعض الاشخاص يتحسسون من الماده. نعم. وايضا يعني انت ذكرت اكيد التركيز يلعب دور كبير. نعم. ايضا اختلاطها باللعاب ما يسبب مشاكل؟ يعني هل هذه الماده فيها مواد سميه يعني تؤثر على صحه الانسان؟ لان اوقات يوم تزور عياده الاسنان يقول لك لا تبلع، يعني يحط خصوصا موضوع التنظيف يقول لك. نعم. نعم. لا تبلع. يعني هو يعني ثق تماما ان جميع مواد الاسنان نون توكسيك او خاليه من السميه يعني. نعم. ما في اي ماده تصنع او يوافق عليها يعني المنظمه الدوليه للاسنان، خاصة المنظمة الأمريكية لطب الأسنان. نعم. ما توافق على أي مادة إذا ما كانت صالحة يعني. صالحة وتخضع للاختبارات أو التحاليل. جميل. هي نعم. إذن عادي لو بلع هذه المادة؟ عادي. نعم. نعم. صحيح. انزين انتقل إلى اللي هو خلنا نقول الحين الوقائية. عندنا الله سلمك نوعين. نعم. هذا نحن نسميه النايت جارد. النايت جارد اللي هو يحمي الأسنان من صرير الأسنان وقت النوم. فصرير الأسنان هاي مشكلة شائعة عند كثير من الناس أنا أشوفها يعني. هو عبارة عن تآكل الأسنان بعضها لبعض، خاصة وقت النوم. المريض أو الشخص ما يحس بنفسه من كثر مثلا ضغوط النفسية. صحيح. اللي عنده يعض على نفسه، يعض على أسنانه، فبالتالي أسنان تتآكل. عندنا نوعين الله يسلمك، نوع اللي هو الصلب مثل ما تشوفه هني مش مرن قوي. هي نعم. والنوع الثاني اللي هو هذا مثل الربر يعني، مثل المطاط. مطاطي. هي ولكن يعني يفي بالغرض ومفيد جدا، واكثر المرضى يرتاحون على هذا لان هذاك شوي في صعوبه للتاقلم معه. لكن هذا مثل ما تشوفه مرن واغلب الناس يطلبون هذا، وهذا جدا مفيد، يريح عضلات المفصل كذلك. نعم جميل. نعم. دكتور يعني ابتداء من اللي هي الأطقم هذه تكون مصنوعة من شو؟ يعني المواد هذه بتكون مثلا بلاستيك ولا يعني هو هذا أول. نعم. واحد رويتني يا دكتور اللي هو القوالب. أيوة الأطقم الأسنان هذه. نعم. الأطقم هذه مصنوعة من الأكريل، مادة الأكريل. وكذلك الاسنان تشوف هذه بعض الناس يتحرونها هاي من البورسلين، لكن هاي مش بورسلين. البورسلين او الايماكس يكون على التيجان او اللي احنا نسميه الكراون او. نعم. التلبيسات. اما هذه تكون مصنوعه من الاكريل لكن بالوان مختلفه. اذا نتكلم عن الواقي هذا. نعم. هذا يكون من الربر. نعم. زين او المطاط يعني. هي وعندنا القوالب هذه من البلاستيك. هي نوع من انواع الاكريل لكن الثاني هذاك مقوى، اما هذا هي طبقه رفيعه يعني تكون. صحيح. نعم ولكن الوانها تختلف طبعا. دكتور هذا نفسه هو التقويم الشفاف؟ لا اللي مثلا يعني هي. كلمنا عنه اكثر. نعم. يعني نعم فهمت عليك. التقويم الشفاف انا جايب لنا ماي بعد جايب سامبل معي. هذه عينه. هي عينه. نعم. مثل ما تشوفها تي في اكياس مثل هذه ومكتوب عليها شعار الشركة هذه واسم بيانات المريض. نعم. والتاريخ متى لازم يلبسها يعني. فتي من 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 الشركة أو من المعمل
يعني كل اسبوع نعم اطقم معينه جميل. فيها تغيرات. نعم التغيرات هاي تكون دقيقه جدا، المريض ما يلاحظها، لكن لما يلبسها يحس بضغط. هي فبعد ما يكمل الاسبوع هذا يلاحظ ان في فرق صار بين القالب الاولي وهذا، فكل اسبوع يكون له قالب معين ويكون مثل هذا يعني. نعم. مثل الطقم هذا المصنوع من البلاستيك او من الاكريل، لكن يختلف ان هذا ما يحرك الاسنان، اما هذا يصير فيه حركه من الاسنان. والتقويم الشفاف طبعا بديل ممتاز للتقويم التقليدي مثل ما ذكرت. نعم. وبنفس الكفاءه ونفس النتيجه يعطيك اياها ما شاء الله. هي نعم. تكلفه اقل ولا تكلفه لا اكثر؟ اكثر صحيح. اكثر نعم، بحكم انه هو يعني من اسمه انفيزيلاين او انفيزبل، انه هو شفاف ما يبين يعني مخفي مثل ما يقولون، هم استغلوا الاسم انه مخفي عشان توقعات السحر. دكتور بالضبط. بعد عندي الله يسلمك طبعا تقويم شفاف يحرك الاسنان، بعد ما نحرك الاسنان نبغي مثبت يثبت لنا الاسنان. مثبت الاسنان عندنا نوعين، نوع اللي هو مثل هذا، نفس هذا بالضبط بس يكون اقوى شويه. نعم. زين، اللي هو المثبت الشفاف، وعندنا المثبت اللي هو يعني حين ما يستعملونه وايد، لكن بعد له مميزات غير عن هذاك الثاني. هذا شوي اذا صار في تحرك في الاسنان. نعم. بعد ما يشيل المريض التقويم. نعم. المثبت هذا يقدر انه يرجع الاسنان مثل ما كانت، يصير فيها حركه بحكم ان فيها الوايرات هذه مثل ما تشوفون، الاسلاك والمعادن. الاسلاك نعم. هذه هاي ممكن انها ترجع الاسنان اذا سمح الله تحركت بعد ما يشل الدكتور التقويم يعني. نعم. وتي مثل ما اشوف اخوي اسماعيل الوان مختلفه، طبعا للاطفال اكثر يحبون الالوان المختلفه هذه، اما الكبار يفضلون الشفاف. جميل دكتور. نعم. حتى هذه يعني في بعض الاشخاص الدكتور يضع لهم مثلا الاسنان الخلفيه وتوضع من داخل، صحيح؟ فإذا كان مثلاً على حسب، طبعاً على حسب الحالة تختلف. حسب الحالة نعم، يعني بعض المثبتات خلينا نقول نحن فيها أسنان صناعية كذلك، يعني مثل ما شوف هذا يكون مثلاً المريض جالع ضرس فصاير له فراغ وهو حاب إنه يزرع في المستقبل، فنفصله نحن هذا لكن داخله فيه ضرس أكريل. جميل. على أساس بحكم إنه يوم يلبس الطقم هذا أو المثبت هذا ما يبين إنه فيه فراغ. جميل. لين ما عاد يزرع، يسوي زراعة أو جسر أو شو ما يكون. جميل. نعم. دكتور بنتكلم عن الفئات العمرية، يعني نعم. هل الأشكال اللي ذكرتها والأنواع اللي ذكرتها يعني ممكن استخدامها من أي عمر لأي عمر؟ طبعا مثل ما ذكرت أنها حسب الفئة العمرية، الأطقم هذه تختلف بين شخص وشخص. مثلا عندنا الأطقم هذه غالبا للكبار السن، لكن في بعض الحالات النادرة جدا ان المريض يكون يعني ما تنمو الاسنان عنده ابدا. فممكن انه يصلح ان نحن نفصل واحد حق المريض هذا. نعم. هي في امل جزئي طبعا لكل الفئات العمريه ما عدا الاطفال اللي هم بالاسنان اللبنيه، لكن غير عن شيء صالح لكل الاعمار. جميل. وعندنا الله يسلمك بعد اللي هو الواقي هذا او الماوث جارد طبعا للرياضيين، انزين بعد يصلح للاطفال كذلك اللي يلعبون رياضات مثل الكاراتيه البوكسينج. وبعد حتى نشوف الرياضات الجماعيه مثل كره القدم النادر، لكن كره السله اكثر والطائره واليد نشوفهم يلبسون مثل هذا. طبعا في نوعين انا جايب معي، النوع الاول تكون بعد من النطاط من الربر. نعم. طبقة واحدة، أما هذا الثاني يكون طبقتين وكذلك طبقة إضافية هني، هذه بالتحديد للبوكسينج يعني ما شاء الله. هي فيحمي الأسنان قد ما يقدر من الكسر ومن من وقوع الأسنان كذلك. صحيح. هي فهذا جميل جدا، حتى ممكن يفصلونه بأي لون حابين، حتى ممكن أنهم يكتبون اسمهم هني مثل ما بتشوف مكتوب كولون دنتال لاب، أو ممكن يكتب اسمه أو إذا كان رقم القميص ماله يكتبه بعد كذلك، أو اسم النادي، أو حتى يطبع ممكن شعار النادي على القوالب هذه. صارت ابتكارات يعني حتى في علم. هي نعم. هي نعم. فهذا مهم جدا، ويعني أتمنى الرياضيين بالألعاب هذه الخطرة يعني أو صحيح. مثل الكاراتيه وغيره يفصلوا لهم واحد من هذا
لأنه مهم جدا، لأن يجون بعض المرضى يعني بعد ما ضرسه ينكسر أو صحيح. أو يقع يعني، فحاب إنه يبدل أسنان أو يركب أسنان جديدة، لكن هذا مهم جدا أنا أشوف الماوث جارد، وهذا اللي عندي حق اليوم. جميل دكتور، بنتكلم عن نقطة جدا مهمة. أكيد كل التقنيات اليوم لها مميزات ولها بعض العيوب يعني، أو بعض ممكن ما نقول عيب كثر ما هو مثلا إذا ما استخدمت بطريقة خاطئة أو كذلك نفذت بطريقة خاطئة. اليوم نعرف ما شاء الله عيادات الأسنان يعني صارت منتشرة بشكل كبير، فيعني كيف اليوم الواحد كذلك يختار أو يتعرف على مثل ما ذكرت اليوم مشكورا يعني على هذه المواد، ونعرف الشيء اللي يناسبه طبعا مع طبيب المختص، ولكن شو أبرز عيوب يعني المواد اللي ذكرتها الموجودة معنا؟ مثل ما ذكرت لك أخوي إسماعيل أن المواد هذه خالية من سمية نون توكسيك، ولكن هو شو يحتاج المريض؟ هل هو بالفعل يحتاج مثلا الماوث جارد أو النايت جارد أو السناب أون سمايل؟ هو شو محتاج بالضبط؟ هل مثلا مشكلة صغير الأسنان يحلها بالواقع هذا؟ أو هو يحتاج أنه يراجع مثلا طبيب نفسي يشوف شو الضغوطات اللي عنده؟ فكله يعني لما يزور الطبيب الأسنان هو يشخص الحالة هذه ويوجد له الحل المناسب، سواء كان الواقي هذا او انه يحاول على الطبيب اللي يحتاجه او العلاج اللي يحتاجه. وكذلك التقويم، مثلا التقويم الشفاف او التقويم مثلا التقليدي، المريض شو يحتاج؟ هل يحتاج مثلا التقويم الشفاف لانه هو مثلا يطلع اعلاميا وايد؟ زين، يعني لازم الطبيب يوفر له كل الحلول صحيح مع السلبيات والايجابيات. جميل، ونحن ذكرنا طبعا مثلا بعض القوالب ما نقدر ناكل عليها، تحتاج إلى عناية معينة. ولكن بالنسبة للتنظيف دكتور، يمكن هاي كذلك مسألة جدا جدا مهمة، اللي عنده قالب مثلا في المنزل سواء كان للتبييض سواء كان للعناية، يعني مثل ما ذكرت كيف تتم عملية التنظيف والاعتناء، لأن هذه طبعا توضع على اللثة وعلى الأسنان، فبالتالي أكيد إذا كانت يعني غير نظيفة ممكن تسبب مشاكل كالالتهابات وغيرها. كل القوالب اللي رويتكم إياها اليوم غير صالح الأكل عليها، ما عدا الأطقم الأسنان. نعم. أطقم الأسنان سواء كانت كاملة أو جزئية صالحة للأكل. عدا عن ذلك بعض القوالب مثلاً لازم المريض يلبسها طول اليوم 24 ساعة، إلا وقت الأكل ممكن يزيلها ويرد يركبها على طول. اللي هي التقويم الشفاف. التقويم الشفاف مثلاً، أو مثلاً عندنا المثبت كذلك. فهذيل يعني سهولة التنظيف كذلك، يعني هم لما يزيل الطقم هذا أو القالب يفرش أسنانه، وكذلك يفرش نفس الفرشاة يفرش الطقم ماله على أساس إنه يحافظ عليه لأطول مدة ممكنة. جميل. وبعض الأطقم نحن شفنا مثلا أطقم الأسنان الكاملة شفناها لعشر سنين وأكثر، يعني ما شاء الله هي الناس تحافظ عليها وصالحة للأكل وكل شيء، والمريض مستانس بعد منها ما يبغي حتى يغيرها يعني. جميل. هي نعم. فهذه مميزة كذلك من المميزات يعني. شكرا لك دكتور، يعطيك العافية، ما قصرت على هذه المعلومات القيمة. وطبعا ما شاء الله الطب يعني خصوصا طب الأسنان قاعد يتطور بشكل كبير، وأكيد خلال السنوات القادمة راح نشوف يعني حلول كذلك مبتكرة. نعم. شكرا لك دكتور، يعطيك العافية ما قصرت. نشكر مشاهدينا ضيفنا الدكتور طبعا خالد النمر الزرعوني طبيب أسنان على هذه المعلومات القيمة والمفيدة.